شو ليدك من عليا؟ حبيبة القلب بدي منك السليم الوزان اللي ممكن يتلاقى بيها، فاهم؟ يعني انت بقى روح امك، بدل ما كنت هتسلمنا احنا للظابط بتاعك هتسلمه هو لينا، فاهم؟ اتفقت معاه ليه يا باشا؟ على الطلاق ما اتفقت معاه على حاجه، انا اضطريت اقوله ان انت اللي بعتني عشان سيبني امشي، وبعدين انا توهته زي ما قلت لك يا باشا، هو كان عايز يعرف ميعاد العمليه ومكانها وانا توهته. يا امك قول الحقيقه، انا انت بتلعب عليا يا انت؟ انت قبل ما اخليهم يخلصوا على البنت بتاعتك، وقبل ما يخلصوا عليها هنوفر عليك التعب ونخليها لك مدام فارس، ولا هي مدام وانت ما كنتش قايل لنا؟ شريتك من عليا يا بنت، يلا يا ولادك فاكرة انا اتفقت معاه ان انا ابعت له رسائل اول باول على ميعاد العمليه ومكانها. حلو قوي نعيم، معاك موبايل الواد ده؟ موجود يا باشا. انت هتطلع من هنا مع الرجاله وهتبعت رسائل الضابط بتاعك ده لغايه ما يحصلكوا على المكان اللي انتوا رايحينه، وخلي بالك اي حركه غدر منك قسما بالله هخليك تقول على حبيبتي القلب الله يرحمها كانت طيبه قوي. خدوها على المخزن. مفيش غدر تاني يا كبير، غلطة والله العظيم ومش هتتكرر، هرجع خدامك زي زمان. بس ابوس ايدك، هي ملهاش اي ذنب، هعمل كل اللي انت عايزه. نتكلم في الحكاية دي بعد العملية، ما تتحرك يا نعيم. قدام يا عريس. أنا هطلع مع بقية الرجالة عشان أستلم البضاعة. كانش ينفع نأجل الموضوع شوية؟ لا مش ممكن، نأجل إيه؟ مش حكينا فرصة أحسن من دي عشان نخلص من كل اللي قرفونا بضربة واحدة؟ ابقى طمني عليك. ابقى طمنا. ماشي. هاتوا الفلوس وراي.
بعت لك رساله يقول لك فيها انه اتحرك هو كمان. لا انت حكايه امك معانا. انت جاي تنصب عليا ولا ايه؟ من امتى سيب الوزان بينصب في شغله؟ انت ناوي على الغدر ولا ايه؟ انت اللي ناوي على غدر، ولو الفلوس ما طلعتش دلوقتي مش هيحصل كويس. رفيق الفلوس تحت رجلك ولا الشرعبيه؟ فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ هي فين الفلوس دي؟ هي فين الفلوس؟ انت جاي تشتغلني ولا ايه؟ كده متلبس ياسين باشا صح؟ هدي عشان دي بتاعتنا مش بتاعتك. هدي، مش قلت لك ان انا نازل؟ اه. فين فارس؟ فين فارس؟ معرفش حد بالاسم ده. ورحمه امي لو ما قلت فين فارس ما هتلحق حتى توصل المديريه. معرفش حد بالاسم ده. انت معرفش. ايه يا عصام؟ انا رايح الحق رؤيه حاجزينها في المزرعه عند سليم. رؤية ملهاش ذنب في اللعبة دي يا عصام، حاول تلحقنا.